الشمس جامده ولا ايه مش عارف. بس شايفيني اهم حاجه وانا شايف حضراتكم. هنحتفل هنحتفل حلقه خاصه وحلقه يعني كل حاجه فيها مختلفه. نعم، لان النجوم اللي عندنا هيبقوا نجوم مختلفين بقالهم فتره طويله جدا جدا جدا. الحقيقه نجوم السله ما كانوش معانا على الهواء مباشره، فهيكونوا مع حضراتكم النهارده. والحقيقه انا بشكرهم جدا جدا الخمس نجوم اللي هيبقوا معانا، لانه من الملعب على هنا والله بجد، من الملعب على هنا على طول، وجم وقعدوا ويعني ومنتظرين مقابله جمهور النادي الاهلي. فخلينا نحتفل مع هؤلاء النجوم الكبار. اتفضلوا.